السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا للناس اللي بتحب تعمل ديزاينز كتير. طيب، كتير مننا بيقابل إن هو عايز يعمل ديزاين لموضوع معين، بس بيبقى الشكل والألوان والحاجات دي كلها بتبقى رخمة كده بالنسبة له، فعايزين مثلا تمبلت كده جاهزة تكون مرتبطة أكتر بالتوبيك اللي احنا بنتكلم عنه وتكون شكلها كويس. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي بنعمل داونلود للتمبلتس وفقا لمواضيع معينة. يعني انا هتكلم عن موضوع ومش لاقي له شكل، مش لاقي له تصور في دماغي، فبيديني الموقع مثلا تمبلتس وتكون طبعا فري، وفي نفس الوقت بتكون شكلها جميل جدا جدا ومناسب للمحتوى اللي بتكلم عنه. تعالوا نشوف كده مع بعض. عندنا ويب سايتس ننزل منها فري تمبلتس. عندنا هنا الويب سايت ده اسمه تمبلتس وايز، بنشوف هنا PowerPoint Templates عن مواضيع كتير، Creative مثلا، Business، Flat Design، فنختار مثلا Education. ونخش هنا عندي ال Templates اهي موجودة، نختار مثلا ده Template، ده مثلا عجبني انا عايز ان انا اشتغل بيه، فهنزل تحت هنا هلاقيه هنا جايب لي الكوبيرايت انفورميشن، وجايب لي هنا تحت الايه الداونلود، ممكن انزله اما بي او تي اكس او ملف مضغوط، انزله كده هينزل مجرد ما ادوس هنا على طول. طيب هنا تاني موقع freeppt.com اللي هو PowerPoint Templates، وطبعا كلها free. برضو نفس الكلام، هنا شوف الكاتيجوري بتاعتي، الموضوع هختاره من هنا، بس هنا الموضوع اكبر شوية وكويس، يعني في templates كتير جدا مناسبة للمواضيع المختلفة. جايب لي هنا المواضيع alphabetical order اللي هو الترتيب ابجدي، وببدأ ان انا اشوف الموضوع اللي انا عايزه. انا مثلا عايز education، فهنزل لحرف الاي، education، هلاقي مواضيع كتير جدا او templates كتير اوي عن education، اختار مثلا ده. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل داونلود. تحت هنا جايب لي داونلود، نفس الكلام هدوس اوكي او حسنا هنا، تمام، مجرد ما ادوس كده هينزل على طول. طيب هنشوف كده الموقع التالت free powerpoint templates design، نفس الكلام برضو جايب لي categories هنا، ليكم مثلا اختار برضو education، انزل تحت هنا شوف الايه الويب سايت مثلا تمبلت تكون كويس مثلا ده. وردنا برضو العلامة بتاعته، ومباشر جدا وسهل قوي، مواقع مميزة وكويسة، واقدر ان انا انزل منها تمبلتس كتير.
Thank you so much and don't forget to subscribe to my channel.